Je suis un service. Les résultats réalisés jusqu'à maintenant, on les a expliqués par le Covid, on les a expliqués par pas mal de choses. On sait bien ce que c'est des objectifs. On double, on triple nos résultats. واجد اليوم في ولاية جلفا اتفقت وكالات البنك مستوى جلفا وبلديات التابعة لها حتى توقف على خاصة عملية التمويل لعدة مشاريع كانت منها في هذه المرحلة، خاصة مشاريع اللي راح تنطلق في هذا الشهر بين جوان وسبتمبر إن شاء الله. المشاريع اللي تهمناها كانت مشاريع عندها خصوصية ذات طابع ملائم خصوصية موجودة على مستوى ولاية الجفا. ولاية الجفا كما تعرفوا لها طابع رعوي تهتم بهذا الجانب. شفنا بعض المشاريع اللي تدخل في هذا. كذلك شفنا حوالي 3 مشاريع كذلك في مجال الإنتاج، خاصة مشروع إنتاج مصفاة بوليفيكيل وصافي، كذلك الصناعية راح تقوم بها وحدة في الجلفة إن شاء الله. كذلك شفنا مركب سياحي كذلك عنده خصوصية أنه يستفيد نوعا ما من منطقة الشارف، كان منابع مياه معدنية. المشاريع الأخرى البنك التنمية المحلية معروف أنه يواكب المؤسسات الصغيرة المؤسسات المتوسطة. نهتم بهذه الولايات الواجدة سواء من نواحي الجنوب أو في مناطق الرابع العليا. هنا عجلة التنمية هي انطلقت من جديد في هذا خاصة في هذه السنة بداية السنة 2020. هذا هو. وثانيا فقط كذلك الوكالة تاعنا باش نكون قراب من الزبائن تاعنا، كما نقولوا سؤال المتعاملين بيرسون مورال، ولا كذلك الخواص من الاشخاص العاديين اللي نقدم لهم كل التسهيلات وكل الوسائل اللي توفرها وكالاتنا او توفرها البنك بصفه عامه حتى يكون مستجيب لحاجه. في المجال احنا نعمل في اطار التوصيات كمساهمة في عملية الشمول المالي، توفير كل الوسائل ماتيغ دو مونيتيك دو كارت دو ديستريبيتور دو دونك دافي ايكاب مي اوسي اون تيرم دو تي بي او اي دونك دي مويان دو بايمون دو مانيير جينيرال.
نوفروا على الزبائن على مستوى ولاية جيفا وحتى بلدية ربما الولاية المجاورة. بالنسبة للولاية الجنوبية نعمل على هذا، عندنا احنا متواجدين حاليا على مستوى 3 ولايات وتواصلنا ببعض الولايات حتى ممكن توسيع الشبكة في هذه الولايات في التهملة كذلك، خاصة الولايات المتواجدة على الحدود كذلك تعرف ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.